يلا بينا. طيب احنا معانا مدام وايده شلبي كانت مدربة ايروبكس، واحنا وريناها لكم لما جات لنا على كرسي متحرك، وهنوريكم اول خطوات المشي بتاعها. النهارده الجلسه كام؟ ستة. بعد 6 ايام يا جماعه، بعد 6 ايام دي اول خطوات المشي. يلا افردي الركبة اليمين. يلا ايوه برافو. انا عايزه اقول لكم بصوا بتحرك الحوض يا جماعه، دي اول خطوات. اعدلي نفسك اعدلي نفسك، نلف نلف نفسنا كده. ايوه كده، يلا يلا ها. ايوه برافو 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 برافو، يلا برافو ها يلا. انت عايزه تمسكي هنا ليه؟ حملي عليا ما يهمكيش. لا انت مش تجيبي. افردي ركبتك افردي ركبتك. ايوه ايوه ها ها ها. حد يا جماعه من الدكاتره يجي معانا نرفع هنا بس العتبه دي بس. ها يلا ها ها. كمان بدانا نفرد ركبتك. يلا حبينا يا جماعه بس نوريكم اولى خطوات المشي بتاعتنا في سادس جلسه من العلاج المكثف والحمل الايوني. ما تخافيش، انا موجوده انا موجوده، ما تخافيش ما تخافيش.